every brother is caught in the crossfire. Is caught in the crossfire. لقونا بدل كورونا. ديروا لنا كشف ولا مسلسل جديد ولا او هذاك فخر الدين هذاك نازل يشوف التلفزيون. قالت وزارة التربية بلي البيا مسنا هذا كاين وما حبش يفهم ما ياخذش الرايه دايا ماما يروح يحفظ ويراجع. دوك انا نروح نسين نقول له يروح يحفظ ان شاء الله باك ياخذ رايه هذا ماك بياشي ياخذ رايكم ما ياخذ رايك نطبلو له. واش يا اخو اول حاجه السلام عليكم. واش تسحب هيا امشي خليني نشوف تلفزيون روحي. ايه واش نسحق يا نوض تحفظ نوض تحفظ قاعد لي مع التلفزيون ودي نوض 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 تحفظ نوض تراجع. قالوا بلي السنة هذا كاين البيع وعندك اون شونس واحدة ما خدمت ني فصل الاول ني فصل الثاني غير نوض تراجع. عندي راه 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 راك قد حبات عزيق ومر تعرف البيع هيا اختيني امشي. ايه انا ان شاء الله تجيب زيرو. ريح ريح مع التلفزيون وشوف وين يديك التلفزيون هكذا مي اخو ماخداش رايي. دوك نروح عند العجوز ونقول لها واش راهو يدير بالك هي تسيي تقنعو وتقولو روح يراجع. لا انا لي رايي خلي مع التلفزيون. ييما ييما هاديك الكريشة ييما ييما على الكريشة ييييي مشيتي زوج خطوات وجعك ظهرك السلام عليكم. واش يا ولد واش يما واش تسحقي واش نسحق دقيقه باك نغلق الباب يا هضره. واش انت يا مات نوش تحفظ دوكا عندك البيام سنة وماكش تحفظ ما والو نوض تحفظ على روحك. قالت وزارة التربية بلي كاين البيام هاد السنة وانت راك تشوف التلفزيون قاعد قلتيلي بالسنة تاعك قولي عام وخلاص. وقيل هذاك وليدك الزيكومار هو اللي قال لك الزيكومار. ايه الزيكومار ما تعرفيهاش يقول لك نوض تحفظ نوض ما تفهمش حبيت تمرضني حبيت تطلع علي الطوسي والسكر ها انا هضر معاك اوي قلبي اوي مسكينة العجوز طاحت ايما ايما واش بيك ايما 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 نوضي ايما ايما نوضي ايما ايما نوضي ايما ايما نوضي ايما دوك نجيب لك الماء والسكر دوك نجيب لك راك قتلتها مسكينة وتزيد تهضر ايا بلا فمك هاي
الجوج ماتت كاع. ما كيش ربي سهيلي سهيلي وليدي نوضي سهيلي وليدي ما اخدش النوضي وليدي انا وضعي هاي رفدي امك هاي رفدي امك قريب قتلتها وتزيد تهضر هاي رفدي هاي صحيت وليدي صحيت وليدي يا وليدي علاه تمرد فيا هكذا يا وليدي سمحي لي يا وليدي روح تحفظ روح تحفظ يا وليدي عندك البيبي يا نسنا يا وليدي حجوز ان شاء الله تجوز الباك وتجوز البيان قبل ان شاء الله هم بتلحق لليسي وجوز الباك وتخدم ان شاء الله وقاع وتشري طوموبيل وتتزوج يا وليدي باش ما تغلبكش هذا هو سلاحك القرايه هي سلاحك يا وليدي يا وليدي يا وليدي علاه يا وليدي راك مسامح راك مسامح يا وليدي راك مسامح معليش روح تقرا يا وليدي روح انا رايح صح يا وليدي روح راك مسامح بعد خروج النتائج المفاجئة يا بابا يا إما أنا جبت البيه يا وي يا ولد وليدي جبت البيه وليدي يو كوشي بروكولي صح سمحي لي عليك مشيت والويلة إما وعدتك باش نجيب البيان بصح جبته روح وليدي تبكيش يدك صحة الله راح سكينة غطتني جبته وعدك وعدك وتعبك وكلش ما راحش هكذاك داك الصحة يا وليدي دوك نعيط لبابك ونقول له النقطة تاعك شحال جبتو؟ 19 يا عمري على وليدي يا عمري على وليدي جابو 19 يا عمري على وليدي روح يا وليدي روح الله جابو مسكين تعب ونام تعب وما راحش هكذاك من أراد العلا سهر الليالي مبروك عليك وليدي مبروك عليك مبروك عليك خويا بو خوتي حبيت نلقي الرسالة على كل الشعب الجزائري وخاصة الناس اللي حجوز البيم والباك نقول لهم ما تخافوش صح نحسينا بهم عندي خويا انا تانيك عندي خويا حيجوز البيام تانيك بصح انا نسي ندعمو ونعاونو في الدروس منا نسي صح ماهوش من النيفو تاعي انا صغير عليه بصح نسي نعاونو خاوتي على بالي قاع حسينا بكم قاع راكم في مشاكل نفسيه وواحد ما راهم اهل البيام هذا ولا الباك حتى واحد ما راهو موجد روحو باش يجوز الشهاده بصح خاوتي لازم تقراو لازم تتعبوا باش تنالوا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.